بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا وألف مليار مرحب إخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخوي وحبيبي، تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. استحضر وعيش اللحظات الإيمانية الجميلة ديت. أنا وحضرتك وحضرتك وكلنا حاسين إن إحنا كأننا داخلين بيت النبي دلوقتي صلى الله عليه وسلم، داخلين بيت الرسول. أوعى تنسى التأشيرة، تصلي على حبيبك، أمال ما هتصلي على مين؟ هو إحنا لينا غيره؟ شفيعنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم، داخلين بيت الرسول. فلما دخلنا بيت الرسول الليلة دي، فجأة لقينا النبي قايم وخارج من بيته وداخل المسجد. ليه؟ أصل في اجتماع مهم جدا النبي صلى الله عليه وسلم حب إنه يبلغ الصحابة بموضوع في غاية الخطورة، أمر بيتوقف عليه خيرات كتيرة وحسنات كتيرة وكنوز كتيرة مستنين الصحابة ومستنين الأمة بفضل الله من بعدهم. النبي دخل المسجد وبدأ يكلم الصحابة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وبدأ يقول لهم الحديث رواه البخاري، بيقول لهم إيه؟ هو جمع الصحابة والصحابة ابتدوا يسمعوا، وإحنا كلنا سامعين مع الصحابة، سامعين حبيبنا ورسولنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم. وبدأ النبي يقول لهم في حاجة مهمة قوي، الأيام اللي جاية دي أيام مهمة جدا، فلازم معكم عشان أقول لكم الكلام المهم دوت عشان تاخدوا بالكم وتستعدوا وتكتنزوا الخير اللي جاي ده كله. وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة اللي هي تبدأ من بكرة إن شاء الله، الأيام المباركة الجميلة ويقدر ربنا. وأنا بقولت لكم دايما ولسه هقول لكم على طول إن البرنامج ده أنا بحس إن بتحل فيه بركة حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. يقدر ربنا نكون يوم الثلاث نلتقي عشان يوم الأربع يبتدي الصيام ويبتدي القيام ويبتدي العبادة والطاعة، وما شاء الله وطاعة بتسلم طاعة، وجزاء الحسنة الحسنة بعد الحسنة. ربنا يرزقنا وإياكم الطاعة والخير ويجمعنا في الجنة رب العالمين. النبي بيقول: ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام العشر. فإذا واحد صحابة قال له: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ طبعا ده الجهاد حاجة كبيرة جدا، ازاي معقولة ده ممكن يكون افضل من الجهاد؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله الا استثناء واحد. اخويا وحبيبي، ايه هو الاستثناء ده؟ وتعرفه بعد ما تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. الحاجة الوحيدة اللي أفضل من عشر أيام اللي جايين دولت حاجة واحدة بس، واحد خرج للجهاد في سبيل الله بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، فقد ماله واستشهد في سبيل الله سبحانه وتعالى. عشان كده حبيبنا صلى الله عليه وسلم في حديث ثاني رواه البزار بسند صحيح يقول: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. عشان كده عنوان حلقتنا النهاردة بفضل الله أفضل أيام الدنيا أو خير أيام الدنيا، سموها زي ما تسموها، المهم إن احنا نشتغل، ربنا يكرمنا ويكرمكم ويحفظنا ويحفظكم. وزي ما يعني زي ما منتخب مصر والجزائر عمالين يعملوا استعداداتهم وتدريباتهم عشان لقاء بكرة، لا بقى احنا ان شاء الله نعمل استعدادات تانية بقى وتجهيزات تانية، ونخش بقى معسكر ايماني مغلق النهاردة ان شاء الله، وننوي بقى ان شاء الله من بكرة صيام وقيام قراءة قرآن ان شاء الله. نتوعد من دلوقتي حبايبي، ربنا يبارك فيكم، ختمة قرآن كاملة نبدأها من الليلة دي ان شاء الله، نبدأها من بكرة براحتكم، نبدأها من بكرة والمدة 9 ايام او 10 ايام، كل يوم 3 اجزاء. صعب قوي يا شيخ محمود، 3 اجزاء كل يوم؟ سهل والله، وإنه ليسير على من يسره الله عز وجل عليه. أقول لك حاجة صغيرة خالص وهقسمها لك بكل بساطة. نقول لو قلنا إن الجزء 20 صفحة، هنقرأ قبل كل صلاة 10 صفحات، أظن مش كتيرة، يبقى كده كم صفحة؟ 50 صفحة، يبقى كده كم جزء؟ جزئين ونص. فاضل بس إيه؟ 10 صفحات تقرأهم بعد إيه؟ بعد صلاة الفجر، يبقى 10 صفحات قبل الفجر، 10 بعد الفجر، 10 قبل الظهر، 10 قبل العصر، 10 قبل المغرب، 10 قبل العشاء. ألف مبروك، 3 اجزاء كل يوم، يعني ختمه قران في العشر ايام دولت. ده بالنسبه للقران، ربنا يجمعنا واياكم على الخير. يبقى دي خير ايام الدنيا وافضل ايام الدنيا. اي نعم، خير ايام الدنيا وافضل ايام الدنيا، ومش الكلام ده من عندي، ده كلام حبيبك صلى الله عليه واله وسلم، وهو اللي بيقول لك: ما تركت من خير الا وقد دللتكم عليه، وما تركت من شر الا وقد حذرتكم منه. عشان كده اخويا وحبيبي محتاجين بقى ان احنا نعلي الهمه ونبدا نجمع اسرتنا، اجمع اخوانك وحبايبك وزوجتك واولادك،
والأم والأب والإعمام والحبايب، يقول لهم يا جماعة من بكرة إن شاء الله معسكر إيماني إن شاء الله، ربنا يكرمنا من بكرة صيام، ربنا يبارك فيكم. لسه هنيجي على الكلام ده، بس تعالوا الأول نشوف ونسأل الناس ونقول يا ترى ايه افضل ايام الدنيا اللي انت عشتها في حياتك. واحد يقول طبعا يعني طبعا في ايام كتير جميله، لكن بصراحه الحق يتقال بقى احلى ايام كانت ايام الطفوله. يا سلام، ايام البراءه بقى والجمال بقى، وما كناش شايلين هم حاجه ولا مشاكل الدنيا ولا مشاغلها بقى ولا اكل الولاد ولا مشاكل مش عارف ايه. طب وتسال واحد تاني يقول لك بصراحه بقى ايام العزوبيه، يا سلام، لا كان في بقى لا مسؤوليه ولا زوجه ولا اولاد ولا المدام حامل ولا المدام بتولد ولا الاولاد رايحين المدارس، يعني كان ما شاء الله كان الواحد عايش كده شال دماغه يعني زي ما بيقولوا. طب واحد ثالث يقول والله احلى ايام اللي قضيتها في اوروبا، فسح بقى وانتقل من بلد لبلد وعايش حياتي. والرابع يقول لك احلى ايام بقى اللي كنت مقضيها في مارينا بصراحه، يعني هناك تقعد بقى انسى الدنيا وريح بالك واقعد تفكر في اللي جرى لك. لكن بقى واحد بقى عاقل بقى ما شاء الله تقول له ايه احلى ايام الدنيا، يقول لك كل لحظه بتمر في طاعه ربي هي دي احلى ايام الدنيا. ولذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله رحمه واسعه ورضي الله عنه وارضاه، لما جه في يوم العيد يا جماعه، وبعدين المسلمين دخلوا يهنوه بيوم يوم العيد، وبعدين بعد ما المسلمين اللي هم الرجال يعني خرجوا، دخل الصبي الصغار وكان من بينهم ابن عمر بن عبد العزيز، فكان طفل صغير صبي صغير كده عنده حوالي 10 سنين، فدخل بين ابناء الرعيه، ابناء الرعيه لابسين ثياب جميله عيد بقى يا جماعه، وابنه لابس ثياب رثه مرقعه قديمه، فاذا بعمر يبكي، فتقدم ابنه وقال يا أبتاه ما الذي طأطأ بك رأسك وأبكاك، إيه اللي خلاك تبكي؟ قال لا شيء يا بني، سوى أني خشيت أن ينكسر قلبك بين أبناء الرعية وأنت بتلك الثياب الرثة القديمة وهم يلبسون تلك الثياب الجديدة. فقال الابن الصغير الكبير، قال له يا أبتاه إنما ينكسر قلب من عرف الله فعصاه وعق أمه وأباه، أما أنا فلا والله، إنما العيد لمن أطاع الله. أخوي حبيبي، فعلا كل لحظة وكل يوم بيعد عليك وانت في طاعة فانت في عيد بفضل الله. اخويا حبيبي، ربنا سبحانه وتعالى اختار الزمان، واختار من الزمان اجمل ايام الزمان اللي هي الاشهر الحرم الاربعة، واختار من الاشهر الحرم شهر ذي الحجة، واختار من شهر ذي الحجة العشر الاول من ذي الحجة، دي افضل وخير ايام الدنيا كما اخبر الحبيب محمد صلى الله عليه واله وسلم. تعالوا نرجع للحديث، افضل ايام الدنيا ايام العشر. تعالوا نرجع للحديث ده ناخد منه ثلاث فوائد. الفايدة الاولى اخويا وحبيبي ان النبي ليه قال افضل ايام الدنيا، يبقى مش ايام الاخره، يبقى يخرج من الحديث دوت ايام الاخره، لان ايام الاخره ما فيش اجمل منها طبعا، يوم ما تلقى الله سبحانه وتعالى، يوم ما ربنا يامر بدخولك الجنه، يوم ما ربنا يكرمك بصحبه النبي في الجنه، دي اجمل ايام الاخره. واعظم يوم هو يوم المزيد حينما ننظر الى وجه الرب المجيد سبحانه وتعالى، دي خير ايام الدنيا، خير ايام الاخره يوم المزيد. ربنا يجمعنا واياكم على الخير دائما. حقيقه تعالوا نشوف الحاجه تانية، انها افضل ايام الدنيا قبل الفاصل كده، ان برضو العشرة دولت افضل ايام الدنيا لان بتجتمع فيها يا جماعة كم من العبادات ما بتجتمعش في اي يوم او في اي شهر في السنة. يعني في ايام العشر بيجتمع فيها الحج، وبيجتمع فيها الصيام، وبيجتمع فيها القيام، وبيجتمع فيها الصلاة، وبيجتمع فيها قراءة القرآن والصدقة والذكر وغيرها من الطاعات، يعني فما فيش طاعات أكتر من كده. وآخر حاجة إن الدنيا لا تذم لذاتها، فكل يوم يعدي في طاعة الله فهو بفضل الله عيد. تعالوا نكمل أفضل أيام الدنيا ونكمل مسيرتنا في أفضل أيام الدنيا، ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. ما زلنا نتكلم عن أفضل أيام الدنيا وخير أيام الدنيا، أيام العشر الأول من ذي الحجة. ربنا يكرمنا ويكرمكم والحمد لله، تبدأ من بكرة ربنا يبارك فيكم إن شاء الله، نصبح صايمين إن شاء الله، نصبح إن شاء الله ننوي قراءة قرآن ختمة كاملة إن شاء الله. ولسه هنقول البرنامج دلوقتي، بس هنسأل سؤال، هو أنت بتقول إيه؟ أو مش أنا بقول، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن أفضل أيام الدنيا الأيام العشر الأول من ذي الحجة، هي أيهما أفضل يا جماعة؟ العشر الأول من ذي الحجة ولا العشر الأواخر من شهر رمضان؟ الحقيقة بعضهم قال لا، طبعا العشر الأول من ذي الحجة أفضل طبعا من العشر الأواخر من رمضان، لكن بعضهم قال لا طبعا ده العشر الاواخر افضل، اللي بتاعت رمضان افضل، لسبب لان ربنا جعل فيها الفرض اللي هو صيام رمضان، اما العشر الاول من ذي الحجه ربنا جعل فيها النفل اللي هو الصيام نافله. لكن الامام ابن القيم بقى جمع بين رايين العلماء، جمع في غايه الخطوره والجمال. ايه هو الجمع ده بعد ما تصلى على حبيبك طبعا صلى الله عليه وسلم؟ الامام ابن القيم قال ايه؟ قال
ان نهار العشر الاول من ذي الحجه افضل من نهار العشر الاواخر من رمضان. ليه؟ قال لي ان العشر الاول من ذي الحجه النهار بتاعها فيه صيام يوم عرفه، وده بيتغفر بسببه سنتين كاملين من الذنوب، سنه فاتت وسنه جايه. قال اما ليل العشر الاواخر من رمضان افضل من ليل من الليل يعني بتاع العشر الاول من ذي الحجه، لان الليل بتاع العشر الاواخر من رمضان فيه ليله القدر. يبقى ده النهار بتاع العشر الاول من ذي الحجه افضل، ان فيها ايه؟ صيام ومعرفه. والعشر الاواخر من رمضان الليل بتاعها افضل من ليل عشر الاول من ذي الحجه، لان فيها ليله القدر، وبذلك يعني تتجمع كل الايه الاراء بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب اخويا وحبيبي، ايه البروجرام، ايه البرنامج اللي احنا لازم نعمله او اللي احنا نفضل نعمله ان شاء الله في العشر الاول من ذي الحجه؟ اخويا حبيبي، دايما كده في نفحات وفي رحمات، رحمات ربنا لا تنقطع، لكن في مواسم جميله كده، زي شهر رمضان وزي موسم الحج وزي العشر الاول من ذي الحجه وزي اوقات التلت الاخير من الليل، في اوقات معانا نفحات. انت كمسلم وكمؤمن لازم تتعرض للنفحات دي عشان ربنا يكرمك وتقرب اكتر واكتر، وربنا يجمعنا واياك في الفردوس الاعلى. أخويا وحبيبي أختي الفاضلة، إيه اللي يستحب إن إحنا نعمله في العشر الأول من ذي الحجة؟ رقم واحد، صيام التسع أيام الأول. أوعى تصوم اليوم العاشر اللي هو يوم العيد اللي هو يوم النحر، محدش بيصومه، لأن النبي نهى عن صيام يوم الفطر ويوم النحر، يوم عيد الفطر أول يوم عيد لا يعني 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 لا يصام، وبرضه كذلك يوم الأضحى اللي هو يوم النحر ده برضه لا يصام. طيب يبقى نصوم ايه بقى؟ نصوم التسعة ايام. طيب في حديثين وردوا، الحقيقة الحديثين عكس بعض، لكن الحمد لله حديث النبي لا يعني بفضل الله لا تتعارض. حديث الاولاني في المسند والسنن عن حفصة رضي الله عنها أن النبي كان لا يدع صيام عاشوراء والعشر الأول من ذي الحجة وثلاثة أيام من كل شهر. الحقيقة الحديث ده في إسناده ضعف. طيب وكم مين اللي بيصوم العشر من ضمن الصحابة؟ عبد الله بن عمر، وكان يقول به الحسن وابن سيرين وقتادة، هو قول أكثر العلماء على أنه يستحب الصيام في التسعة أيام الأول من ذي الحجة. طيب لكن في حديث تاني يا جماعة يعني يتعارض مع الحديث الأولاني. الحديث الأولاني في السنن والمسند، والحديث سبحان الله يعني ايه يعني في اسنادي مقال، لكن الثاني ده في صحيح مسلم عن امنا عائشه رضي الله عنها قالت: ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما العشر قط ابدا، عمري ما شفته. وبعدين في روايه ثانيه: ما رايت رسول الله صائما في العشر قط. يعني اظن الايه روايتين ايه. فازاي هنا حفصه رضي الله عنها وارضاها بتقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع صيام العشر دولت، او يعني التسعه المقصود بها التسعه يعني، وامنا عائشه بتقول ما كانش بيصومهم ابدا؟ خد بالك بقى، العلماء جمعوا بقى بالحاجه ديت بين الروايتين دولت جمع جميل جدا. قالوا ان امنا عائشه بتنفي وامنا حفصه بتثبت، خد بالك. ولما يكون واحد بيثبت، وده احكام شرعيه بقى، لما يكون واحد بيثبت ان فلان ايوه عمل وفلان بيقول لا، يعني اديك مثال بسيط، انا بقول فلان الفلاني كان بياكل النهارده، انا شفته هو بياكل، وفلان التاني بيقول لا 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 انا ما شفتوش بياكل. طيب اللي ما شافوش بياكل ممكن ما كانش شافه وهو في اثناء ما بياكل، شافه في اوقات ثانيه، لكن اللي شافه بياكل عنده اثبات وعنده يقين انا شفته بياكل. فامنا حفصه بتقول انا شفت النبي بيصوم، امنا عائشه بتقول انا ما شفتش النبي بيصوم. نجمع بين دي وبين دي ازاي؟ ان المثبت عنده يقين، عنده خبر يقين ما نقدرش، وعنده علم خفي على الذي ينفي. دي نقطه. النقطه الثانيه ان قد يكون قصد امنا عائشه أن النبي كان لا يصوم التسعة أيام كلها، كان يصوم بعض الأيام ويفطر بعض الأيام، وأمنا حفصة كانت تقول أنه بيصوم أغلب هذه الأيام، وبذلك ينتفي أي مشكلة موجودة في هذا النص. حاجة تانية يا جماعة، أن في التسعة أيام الجايين دولت يوم تسعة يوم عرفة، الله أكبر، ربنا يجمعنا وإياكم إن شاء الله السنة الجاية إن شاء الله في جبل عرفات إن شاء الله نحج مع بعض، وربنا يجمعنا على الخير. يوم عرفة يا جماعة، صيام يوم عرفة، الله أكبر الله أكبر، يتغفر لك أخويا وحبيبي ذنب سنتين كاملين، سنتين كاملين يتغفر، طبعا سنة فاتت وسنة جاية يتغفر لك الذنوب بتاعتها بفضل الله بالصيام يوم عرفة، ودي منحة من عند ربنا سبحانه وتعالى. يبقى نحاول إن شاء الله، نحاول قدر المستطاع إن شاء الله، اللي يقدر يصوم بعض الأيام يصومها، واللي يفطر بعضها يفطرها براحته، بس أوعى تنسى لو فطرت، أوعى تنسى صيام يوم عرفة، أوعى، يعني لو حتى أفطرت لعذر ما أنتش قادر تكمل، ما أنتش قادر، أوعى يوم عرفة على قد ما تقدر، اوعى يفوتك بفضل الله سبحانه وتعالى. اما لو قادر يعني يبقى فبيه ونعمة عين. طيب الحاجة الثانية، قيام العشر من ذي الحجة. بعض اهل العلم قالوا يستحب
يستحب برضه قيام الليل في العشر الأول من ذي الحجة. ليه؟ لأن قيام الليل أي أصلا مستحب طول العام، لكنه يتأكد في مواسم الخير، في أفضل أيام الدنيا، في خير أيام الدنيا. لكن هنا في حديث يا جماعة لا يصح، اللي هو إيه؟ من أحيا ليلتي العيد، اللي هي ليلة عيد الفطر وليلة عيد الأضحى، يصلي فيهم قيام ليل. من أحيا ليلتي العيد، خد بالكوا بقى، قال أحيا الله قلبه، أحيا الله قلبه يوم تموت القلوب. طبعا الحديث ده لا يصح، حديث غير صحيح. لكن يا جماعة زي ما قلنا قيام الليل مستحب طول السنة، ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. جبريل عليه السلام يروح للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له وعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناءه عن الناس، وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومنهاة عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد وقربة إلى الله عز وجل. ويقول صلى الله عليه وسلم إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله عز وجل لمن أطعم الطعام وألان الكلام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. الله أكبر. يبقى الحياة المستحبة يا جماعة في العشر الأول من ذي الحجة، رقم واحد حبيبي، رقم واحد إيه هو؟ رقم واحد صيام التسعة أيام، رقم اثنين قيام التسعة أيام أو العشر أيام قيام الليل، تمام؟ رقم ثلاثة الإكثار فيها من ذكر الله. قال ابن رجب الحنبلي في لطائف المعارف رحمه الله رحمة واسعة فيها استحباب الإكثار من ذكر الله، والدليل على ذلك قول المولى عز وجل ويذكر الله ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال الجمهور أيام المعلومات هي أيام العشر من ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق. احفظ معي، الأيام المعلومات هي أيام العشر من ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق اللي هي 11 12 13، واخد بال حضرتك؟ وسبق أن أوردنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام، ما فيش أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر. نعمل إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر، دولت الباقيات الصالحات كتر فيهم وكتري فيهم إن شاء الله طول أيام التسعة أيام أو العشر أيام على قد ما تقدروا، كبروا واذكروا ربنا. وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهما كان الاثنين بيخرجوا إلى الأسواق، فإذا خرجوا إلى الأسواق كانوا يكبرون، وكان أهل السوق يكبرون لتكبير عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما. رقم أربعة ودي مهمة جدا جدا جدا، الإكثار من الصدقة. مهم قوي، احنا قلنا هنصوم وقلنا هنقوم وقلنا هنكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، واعظم الذكر طبعا قراءة القرآن. واتفقنا حبيبي ربنا ما يحرمش منكم، اتفقنا ان احنا هنختم ختمة قرآن بالله عليك اكتب الواجب ده عندك، صيام تسعة ايام ده رقم واحد، قيام. طب قيام قد ايه؟ طيب اللي يقدر يصلي 11 ركعة جزاه الله خيرا، ما يقدرش ولو ركعتين، ركعتين بس طوال، اصحى قبل الفجر كده بساعة وتوضأ وصلي ركعتين وربنا يتقبل منا ومنك يا رب العالمين. وادعي للمسلمين وادعي لاخواننا في المسجد الاقصى ربنا يفرج همهم، وادعي لاخواننا في العراق وفي كل مكان وفي كل بلاد المسلمين، ادعي لكل مسلم على وجه الارض ربنا يحفظكم ويبارك فيكم. طيب يبقى ده دي حاجة. الحاجة الثالثة قلنا يا جماعة الخير ربنا يبارك فيكم الإكثار من ذكر الله طول ما انت قاعد، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر. اخرجوا يا الشباب، اخرجوا يا جماعة وخشوا الأسواق وذكروا الناس بالله، اعملوا زي ما عبد الله بن عمر كان بيعمل وأبو هريرة كان بيعمل، كان بيكبر ويسبح والناس تكبر وتسبح وتهلل لتهليل عبد الله بن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما. الحاجة الرابعة القرآن، قلنا هنختم ختمة إن شاء الله كل يوم ثلاث أجزاء وقسمناها تقسيمة بسيطة، قبل الفجر 10 صفحات، بعد الفجر 10، قبل الظهر 10، قبل العصر 10، قبل المغرب 10، قبل العشاء 10، يبقى كده 60 صفحة، يعني ثلاث أجزاء بفضل الله 10 أيام نكون ختمنا ختمة قرآن. يبقى يوم عيد، يبقى إنما العيد لمن أطاع الله زي ما قال ابن عبد الله ابن عمر ابن عبد العزيز. طيب رقم خمسة الإكثار من الصدقة، لكن أي صدقة يا جماعة؟ إحنا عايزين نقول حاجة، إن لو كل المسلمين قالوا إن شاء الله هنستقبل العشر الأول من ذي الحجة إن شاء الله صيام وقيام وذكر لله وقراءة قرآن وبس، جزاكم الله خيرا، بس إحنا لو كلنا خليناها بقى كده قيام وصيام وذكر وقرآن، يبقى الفقراء إن شاء الله يعني كل سنة وأنت طيب هيأكلوا جاتوه، يعني مش هيلاقوا يأكلوا خالص. لا، إحنا عايزين ننوع،
يعني في واحد يا جماعه، لان خد بالك من حاجه، نقطه مهمه جدا يا اخويا حبيبي اللي من باب التأصيل العلمي. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ايام الاحب الى الله العمل الصالح فيها من هذه الايام العشر. خد بالك، هل النبي صلى الله عليه وسلم حدد عمل معين؟ لا طبعا. يبقى اذا المساله مطلقه؟ اه مطلقه، على قد ما نقدر نكتر اللي انت عايزه، نوع. واحد يقول والله يا جماعه معلش يعني خلينا بقى كده واضحين، انا ما اقدرش اصوم غير رمضان، انا راجل مريض، او انا حتى ممكن اكون مريض، واحد يقول لك انا مريض ما بقدرش اصوم حتى رمضان، ده انا بأطعم، انا راجل كبير في السن او مريض مرض لا يرجى منه الشفاء، اقول له ماشي. يبقى من حمد من فضل ربنا ان ربنا نوع العبادات. واحد ما بيقدرش على الصيام لكن يقدر على القيام حتى لو هيصلي وهو قاعد، واحد ما بيقدرش لا على الصيام ولا على القيام بس الله اكبر عليه عنده قدره على انه ينفق ويتصدق ويجمع الفقراء واليتامى والارامل ويديهم رواتب، يديهم اكل شرب، يجيب لهم لحمه يذبح لهم، يعني يكسيهم، يجيب لهم لبس العيد. عايزين ربنا يكرمنا ويكرمكم. من ضمن البرنامج لسه جاي لكم اهوت، فالاكثار من الصدقه. قال جل وعلا: ومما رزقناهم ينفقون. ايه ومما رزقناهم؟ هل ربنا رزقنا بفلوس وبس يا جماعه؟ لا طبعا، ربنا رزقنا بفلوس وصحه وعلم ومنصب و زكي، يلا تصدق. صاحب المنصب يتصدق ويخدم المسلمين من خلال منصبه، واللي عنده قوة يساعد المسلمين ويعين الملهوف ويعين المحتاج والضعيف، واللي عنده علم يعلم الناس ربنا يكرمك، واللي عنده فلوس يتصدق ويكرم الناس، واللي عنده واللي عنده تصدق. ومما رزقناهم ينفقون، عشان الفقراء يحسوا ان ايام الخير الجميلة دي هم بيشاركوا الناس فرحتهم. عشان كده رقم 6 ربنا يبارك فيكم واختم بها قبل الفاصل، بالله عليكم يا مسلمين، بالله عليكم ربنا يبارك فيكم، اسف في اللفظ، ابوس ايديكم. شوف اللفظ بقوله ايه، بقول ابوس ايديكم. الناس اللي ربنا موسع عليهم، كل اسره ربنا موسع عليها تتبنى اسره فقيره يجيب لهم لبس العيد ويجيب لهم حلويات العيد ويدي لهم العيديات ويدخلوا الفرحه عليهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: احب العمل الى الله سرور تدخله على مسلم. ربنا يا رب يبارك فيكم، ومن فرج عن مسلم كربه من كرب الدنيا فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامه. بحبكم في الله، صلى على النبي، راجعين لك تاني بعد دقيقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخوي وحبيبي، أنا في انتظار الاس ام اس بتاعكم إن شاء الله، منتظرين تفاعلكم مع الحلقة، ومنتظرين طول الأسبوع إن شاء الله تفاعلكم مع هدية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومنتظر برضو تلفوناتكم إن شاء الله في آخر الحلقة، وأتمنى إنها تكون يعني مداخلات إيمانية كده عن نعمل إيه في العشر الأول من ذي الحجة. ربنا يبارك فيكم. إحنا قلنا أول حاجة، أوعى تنسى الجدول اللي إحنا عايزين نعمله، أول حاجة قلنا الصيام، تاني حاجة قلنا القيام، تالت حاجة قلنا ذكر الله، رابع حاجة قراية القرآن هنختم ختمة إن شاء الله، خامس حاجة قلنا الإكثار من الصدقة، سادس حاجة قلنا ربنا يبارك فيكم، عايزين ندخل السعادة على أسرة فقيرة، ربنا يبارك فيكم. بالله عليكم ما تنسوش الحاجة دي مهمة قوي، والله ياما شفنا فقراء، والله أقل حاجة يا جماعة الخير تدخل بها البسمة عليه، ممكن تجيب بطانية وتوديها لأسرة فقيرة مش لاقية، والشتاء داخل والبرد القارس داخل، ربنا يبارك فيكم. عاديات بسيطة للأطفال، لبس العيد الأطفال مش لاقيين لبس العيد، عايزيني برضو يعيدهم مع أولادكم، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. رقم 7 صلة الأرحام. صلة الأرحام واجبة في كل وقت، لكنها تزداد وجوبا في أيام الخير الجميل دوت. قال صلى الله عليه وآله وسلم، بصلى عليه صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. خد بالك من حاجة أخوي وحبيبي، مفيش أجمل من لمة العيلة. العيلة لما تتلم وتتآلف وتاخد بعض في حضن بعض وتعيش أجمل أوقات حياتها في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، دي أجمل أيام عمرك. ربنا يجمعنا وإياك على الخير يا رب العالمين. ما ينفعش أخوي وحبيبي أبقى أنا بعمل التعدي كلها وأنا قاطع للرحم. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ربنا يحفظنا وإياكم يا رب العالمين. رقم 8 ولا رقم 9 مش فاكر، الأضحية. الأضحية سنة مؤكدة في حق من عنده فضل مال. ما عندكش فلوس خلاص، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن معك فلوس اوعى تبخل. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهن. أول حاجة: ما نقص مال عبد من صدقة. لا يمكن، أنت معك كام؟ معك 10,000 جنيه، عملت أضحية بكام؟ ب 2000 جنيه. أنت فاكر أن اللي باقي 8,000؟ اضرب ال 8,000 أو اضرب ال 2000 في 700 ضعف، يبقى يطلع قد إيه؟
يطلع 140 ألف جنيه مع 8000، يبقى معاك 148 ألف جنيه ببركة ربنا سبحانه وتعالى، والذي يدلك على هذا الخير هو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الأضحية. لكن إذا كان حد فينا جماعة ممن لم يذهب إلى الحج، ربنا يرزقنا إياكم الحج والعمرة ويتابع لنا بين الحج والعمرة، اللي ما راحش يحج لو هيضحي إن شاء الله يعمل أضحية، يبقى من بكرة إن شاء الله، من بكرة ما لا يمس أظافره ولا شعره، لا شعر لحيته ولا شعر الشارب ولا شعر رأسه ولا أي شعر في الجسم، ما يقربش من شعر جسمه ولا من أظافره. إيه الدليل على كده؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره، فليمسك عن شعره وأظافره، بمجرد ما يذبح يحلق شعره ويحلق ويقص ضوافر براحته، ما فيش مشكلة، المهم أنه ما يقربش من شعر جسمه خلال هذه الفترة. رقم 9 أو رقم 10، التوبة الصادقة في هذه الأيام المباركة. بالله عليكم ما تيجي نتوب يا جماعة، ما تيجي نتوب، يمكن سبحان الله يمكن الذل اللي متسلط على الأمة بسبب ذنوبنا يا جماعة، عايزين نتوب ونرجع لربنا عشان ربنا يكرمنا يا جماعة. أحكي لكم حكاية صغيرة كده سريعة كده يعني عشان الوقت ما يجريش بينا. فاكرين حضراتكم لما حصل جدب وقحط في عهد موسى عليه السلام، فبنوا إسرائيل راحوا له كانوا 70,000 واحد، قالوا له: يا كريم الله، كثر الجدب والقحط لا نجد شيئا، قال: هيا نخرج إلى الصحراء ونسأل المولى عز وجل. فخرجوا إلى الصحراء، فوقف موسى عليه السلام وقال: اللهم إنا نسألك أن تنشر علينا فضلك وإحسانك، اللهم اسقنا الغيث. فأوحى الله إليه: يا موسى، فيكم رجل يبارزني بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة، فمره أن يخرج من بين أظهركم، فبشؤم معصيته منعتم القطر من السماء. فقال موسى عليه السلام: يا ربي، عبد ضعيف وصوتي ضعيف، كيف أسمعهم وهم 70,000؟ فأوحى الله إليه: يا موسى، منك النداء وعلينا البلاغ. فوقف موسى عليه السلام على صخرة عالية وقال: يا أيها العبد العاصي الذي بارز الله بالذنوب والمعاصي منذ 40 سنة، أخرج من بين أظهرنا، فبشؤم معصيتك منعنا القطر من السماء. فأوحى الله إليه: يا موسى، إن العبد تلفت يمينا فلم يجد أحدا قد خرج، تلفت يسارا فلم يجد أحدا قد خرج، فعلم أنه هو المقصود، فوضع رأسه في ثوبه وبكى وقال: يا رب، عصيتك 40 فأمهلتني، فلئن بقيت هلكت وهلك كل من معي، ولئن خرجت فضحت أمام الملأ، فها هي توبتي ألقيها بين يديك، فاقبلني واسترني وارحمني بين الخلق يا أرحم الراحمين. فتجمعت السحب من كل مكان وأمطرت مطرا كالإرب، فتعجب نبي الله موسى وقال: يا رب، أسقيتنا ولم يخرج منا أحد. فقال: يا موسى، أسقيتكم بالذي منعتكم به، فقد تاب العبد وعاد إلي. فقال موسى: يا رب، أرني هذا العبد الطائع التائب، أنا عايز أشوفه. فقال: يا موسى، لم أكن لأفضحه وهو يعصاني، أفأفضحه بعد أن تاب إلي؟ يا من يرى ما في الضمير ويسمعه، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع. ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع. ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع؟ ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع؟ حاشا لجودك أن تقنط عاصية، الفضل أجزل والمواهب أوسع. ثم الصلاة على النبي وآله، من جاء بالقرآن نورا يسطع. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم، بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم. أكيد حضرتك وحضرتك عايزين تسألوا سؤال سريع كده قبل ما نستقبل مكالماتكم المباركة. طب إيه هو اللي الأشياء اللي ممكن تقوم مقام الحج والعمرة عند العجز عن الحج والعمرة؟ الأصل أن الحج أو الحج واجب أو فرض، ركن من أركان الإسلام على العبد مرة واحدة في العمر، وما زاد على ذلك فهو نافلة. وأن العمرة واجبة على المسلم مرة واحدة في العمر برضه، خد بالك بس الفرق، ده ركن وده إيه وده واجب. طيب، لكن ما زاد على ذلك فهو نافلة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا
كتروا تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخبث الحديد والذهب والفضة. وأنا ليه تعليق على المسألة دي، على مسألة تابعوا. عايز أقول حاجة يا جماعة، عايز أقول اللي حج مرة أو اتنين ربنا يمتع الجميع يا رب العالمين. يا ريت لو عايز حج بعد كده، أنا مش عايز أقول له حرام ولا عايز أقول له مكروه، بالعكس روح حج ربنا يبارك ويتقبل. لكن عايز أقول إيه؟ عايز أقول أنا حجيت مرة أو اتنين، طب هحج تاني معايا مقدرة؟ هات واحد فقير وقول له خد الفلوس ديت هدية مني ليك، روح حج والله الذي لا إله غيره، هتتحسب له وتتحسب لك وتبقى أصدق حجة ربنا كتبها لك في ميزان حسناتك. بلاش ده كله، في حل تاني. عايز أحج، حجيت خلاص مرة واثنين وثلاثة وعايز أحج ومعايا فلوس ما شاء الله الحج ب 30 40 وفي ناس تطلع ب 120 ألف جنيه والله، خدوا بالكم، يجيب بال 120 ألف جنيه بال 100 ألف جنيه 10 شباب ويجوزهم ويفتح 10 بيوت مسلمة تسجد لله وتعبد ربنا ويعف 20 شاب وبنت بفضل الله، ويبقى كل ده في ميزان حسناته، والعمل ده في نظري أفضل عند الله من حج النافلة. لأن أنت هنا بتبني بيت مسلم وبتعف بنت مسلمة وبتعف شاب مسلم، ربنا يبارك فيك. أسرة من الأسر اللي عايشة في العشوائيات مرميين لأكل لا 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 عفوا لا لا صرف صحي ولا مية ولا كهرباء ولا أي حاجة، ناس متبهدلة، ناس عايشين تحت خط الفقر. ابني بيت صغير اخويا وحبيبي بالله عليكم يا اغنياء، ربنا يبارك لي في عمركم يا رب العالمين. بيت صغير، قسم البيت تقسيمه حتى بسيطه، كل شقه اوضه وصاله وعفوا وحمام ومطبخ صغير، وسكن اسره من الاسر دي، استر اسره، استر لحم المسلمين، استر عرض المسلمين، ربنا يبارك فيك. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره، ربنا هو اللي هيسترك يا مسلم، ربنا يبارك فيك. والله العظيم يا ريت الواحد كان ملياردير، اقسم بالله كان عمل مشروع كامل لفقراء العشوائيات اللي مش لاقيين اوضه يقعدوا فيها، ربنا يبارك فيك ويحفظك. الشتاء داخل، الناس دي عايشه في عشش من صفيح، تخيل حضرتك مين يتحمل يعيش في عشه من صفيح او عشه من خشب او عشه حتى من، يعني سبحان الله مش لاقيين حاجه خالص، وانت ربنا اكرمك بفضل المال. والله ما تخاف، وما انفقتم من شيء فهو هو الله. الله بتؤمن بالله واثق في كلام ربنا، عندك يقين في الله، طبعا ده لازم، ده هو الله فهو يخلفه وهو خير الرازقين. مصدق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث اقسم عليهن من ضمنها ما نقص مال عبد من صدقه. طيب السؤال اللي لسه هنرجع له تاني، يا ترى ايه الاعمال اللي انا لو عجزت عن الحج والعمره، ما عنديش امكانيات، امراه عندها امكانيات بس ما عندهاش محرم الى غير ذلك، ما عنديش امكانيات اطلع حج وانا انسان فقير، اعمل ايه؟ في اعمال يعني تعوضني، تعوضك كنافله طبعا مش كفريضه، لكن هي اعمال اخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. اول حاجه ذكر الله دبر كل صلاه. ايه الدليل على كده؟ حديث رواه البخاري ان الفقراء جاءوا الى رسول الله، يا ربنا يا ربي يا رب اجبر كسر كل فقير مسلم على وجه الارض، قولوا امين. جاء الفقراء الى رسول الله نهر الرحمه صاحب القلب الحنين صلى الله عليه وسلم، قالوا له يا رسول الله ذهب اهل الدثور، يعني اهل الاموال الاغنياء، ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل أموال، عندهم فلوس يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون، إحنا ما عندناش الفلوس. فقال النبي ألا أحدثكم بأمر إذا فعلتموه سبقتم من سبقكم وأخذتم ولن يدرككم أحد بعدكم إلا من فعل مثلكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال تسبحون الله وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33، ان انت بعد كل صلاة، بعد كل صلاة فريضة اجلس مكانك سبح ربنا 33، احمد ربنا 33، كبر ربنا 33، واختم تمام المئة لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ده تمام المئة، الله اكبر. ايه الخير ده كله؟ حديث ثاني او حاجة تانية، صلاة العشاء والغداء في جماعة، صلاة العشاء والغداء في جماعة دي تعدل حج وعمرة. اي نعم، ايه الدليل على كده؟ حديث رواه مسلم ان برضو اناسا من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا نفس الكلام، ذهب اهل الدثور بالاجور يا رسول الله يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضل اموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوليس الله قد جعل لكم صلاة العشاء في جماعة تعدل حجة أو حجة، وصلاة الغداة في جماعة تعدل عمرة، والحديث رواه مسلم. يبقى إذن إيه؟ أوليس الله قد جعل لكم في صلاة العشاء في جماعة تعدل حجة و
صلاه الغداه في جماعه تعدل عمره. الله اكبر، ادي تاني حاجه. يبقى ان انت تصلي العشاء في جماعه والغداه في جماعه تعدل حجه وعمره، وان انت تذكر ربنا دبر كل صلاه 33 تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33 بفضل الله سبحانه وتعالى تاخد الاجر برضه. ثالث حاجه، صلاه الفجر في جماعه والجلوس لذكر الله حتى صلاه ركعتين اللي هي صلاه الضحى. ايه الدليل على كده؟ حديث رواه الترمذي ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر في جماعه ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كتبت له كانت له كاجر حجه او حجه وعمره تامه. النساء هيزعلوا، هيقولوا لا الكلام اللي فات ده كله ما ينطبقش علينا، ما احنا بنصلي في البيت. اقول لك اختي الفاضله، ربنا يحفظك ويبارك فيكي، صلي الصلاه في وقتها وتدركي كل اللي انا قلته ده كله. صلي الصلاه، كل صلاه اول ما تسمع الاذان قوم اتوضي وصلي في المكان اللي انت مخصصاه في بيتك، واجلسي اذكري ربنا، سبحي ربنا بعد الصلاه 33، واحمدي الله 33، وكبري الله 33، وبعد صلاه الفجر بالذات اقعدي من بعد صلاه الفجر. بص في النتيجه، مثلا لو الفجر بيؤذن، مثلا ده انا بدي مثال، لو الفجر بيؤذن مثلا على الساعه 5:10 والشروق على 6:10، اقعدي من بعد الفجر لحد 6:10، يعني من بعد الشروق بتلت ساعه، اقعدي اذكري ربنا، قولي اذكار الصباح، وبعد اذكار الصباح اقعدي اقري القران او احفظي القران بفضل الله سبحانه وتعالى لحد الشروق، وقومي صلي ركعتين، الف مبروك كتبت لك حجة وعمرة تامة. والحديث رواه الترمذي بسند صحيح. اخر حاجة ورابع حاجة، الصلاة في مسجد قباء أو قباء. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد والحاكم بسند صحيح: من تطهر في بيتي ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كانت له عدل عمرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أخوي وحبيبي بالله عليك اوعى تنسى الخير اللي اتفقنا عليه في العشر الأول من ذي الحجة. ما تنساش أخوي وحبيبي، اوعى تنسى أبدا. ربنا يبارك لي في أعماركم جميعا. صيام 9 من ذي الحجة، قيام كل يوم ولو ركعتين، قراية القرآن كل يوم 3 أجزاء، واتفقنا عايزين نعمل ختمة، ربنا يبارك فيكم، وعايز الكلام ده يوصل لي في SMS عشان نفرح بيكم ونذكر أسماء اللي ختموا إن شاء الله، هنذكرهم وندعي لهم إن شاء الله، ختمة قرآن كاملة إن شاء الله، إن ربنا يكرمنا ونكثر من ذكر المولى عز وجل، فأكثروا فيهن، ده النبي اللي قال، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، طول ما أنتوا قاعدين، طول ما أنتوا ماشيين، وأنتوا في المواصلات، وأنتوا في العربية، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر عليكم، ربنا يبارك فيكم ويحفظكم يا رب العالمين، ويجمعنا وإياكم على الطاعة دائما، ويجعلنا دائما نتواصل على الخير، ربنا يبارك فيكم. ما ننساش ذكر المولى عز وجل، ما ننساش قراءة القرآن، ما ننساش إكرام فوق أسرة فقيرة، ما ننساش الصدقة، ما ننساش صلة الرحم، ما ننساش إن شاء الله ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين التوبة الصادقة، إن إحنا نرجع لربنا ونتطهر من الذنوب، عشان ربنا يجمعنا في أول يوم عيد كده ونقول ألف مبروك للي صام واللي قام واللي ختم قرآن واللي وصل رحمه واللي أكرم أسرة فقيرة واللي عشان ربنا يكرمنا وياكم. وأقول لكم أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولادتك أمك. تعال بسرعة كده قبل ما نترقى للصلاة تشوف الهدايا الجميلة. معنا اتصال أستاذ شريف. طيب أستاذ أحمد، السلام عليكم. عليكم السلام أستاذ أحمد، أهلا وسهلا، اتفضل أستاذ أحمد، اتفضل حبيب قلبي. استاذ احمد السلام عليكم، قطع الاتصال. طيب ماشي. ام خالد من السعوديه: نسال الله يا شيخ لنا ولكم الثبات والصدق والاخلاص، امين يا رب العالمين. ام باهي: السلام عليكم شيخ محمود، انا لبست النقاب من 3 سنوات واجدد البيعه، ارجو منك ان تدعيني ان اموت وانا ساجده. يا رب يرزقني واياكم واياك ان شاء الله الموت ونحن السجود بين يدي الله. اختي ايمان من المنيا: اجدد البيعه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. دمعت عيني، ده الإخوة أظن الأخت داليا من جروب البرنامج على الفيسبوك، ربنا يبارك فيهم ويجازيهم عنه كل خير. بتقول: دمعت عيني وفضلاتك تحكي عن قصة إسلام عمر والانتقال من الجاهلية، ربنا يكرمك وتقدر وتقدر حاجة مش في يعني جملة مشطوبة تقريبا. فليست العبرة بمن سبق، نعم فليست العبرة بمن سبق، ولكن العبرة بمن صدق.
انا فرحانه قوي ان لقيت الجروب واشتركت فيه لاني بحب البرنامج جدا. ربنا يجازي الشيخ محمود عنا كل خير. منى ابو الروس برضو. نسمه عبد الله من جروب البرنامج على الفيسبوك بتقول انا اول مره ادور. ربنا يكرمك شيخ محمود ويجعله في ميزان حسناتك. مجرد اسم البرنامج خلاني اتعلقت بيه جدا. بحترم الشيخ محمود جدا وبحب اسلوبه في دعوه. ربنا يجازيك عنا كل خير. ما احناش من ذوقك واخلاقه. الاخت هدى سمير السيد بتقول انا سعيده لانضمامي للجروب وجزاكم الله خيرا على البرنامج. ربنا يحفظك يا اخت هدى. ام عمر بجدد البيعه على الحجاب الشرعي لاخت سندس عبد الله 13 سنه هحافظ على حجابي. ناديه من الصعيد اصلي على النبي 3000 مره كل يوم. ربنا يبارك فيك يا اخت ناديه. رحاب بتقول ارجوك ادعي لي ان ربنا يسامحني ويرضى عني. ربنا يسامحك ويرضى عنك. السلام عليكم. الاستاذ عفاف السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ محمود؟ ربنا يعزك يا رب. كل عام وانت بخير. وانت والمسلمين جميعا بخير يا رب العالمين. امين يا رب العالمين. اثر عظيم رب العرش عظيم نفسي ابنتك حبيبه يا رب. امين يا رب العالمين. ربنا يخليك. يا رب تشوفها يا رب دعية اسلاميه يا استاذ محمود. يا رب يا رب. ممكن تكلم اختي ايمان؟ حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ محمود؟ يا اهلا وسهلا. اهلا بيكم. ربنا يبارك فيكم يا رب ويحفظكم ويجمعنا. ام ادهم. أم أدهم السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل سنة وأنت طيب يا شيخ محمود وربنا يبارك فيك. وأنت بالصحة والسلامة وكل المسلمين يا رب. إيه أنا بستأمنك بالله يا شيخ محمود في الأيام المباركة تدعي لأختي ربنا يشفيها ولزوجي ربنا يهديه ويصلي في الأيام المباركة دي. ربنا يشفيها يا رب ويهديه ويزوجي. وبستحلفك بالله إن حضرتك تدعي يعني تستوصي بدعاء لأختي ربنا يشفيها. حاضر أنا أي حاضر. وأنا بقدم هدية للرسول صلى الله عليه وسلم إن أنا هلبس الإزدال في الأيام المباركة دي وإن شاء الله مش هقلعه تاني. ربنا يفرح قلبك. ممكن اخد رقم تليفونك يا شيخ؟ حاضر بالكنترول. حاضر بالكنترول عينيا. حاضر. طيب حضرتك هتحولني بيهم؟ الان هم مع حضرتك دلوقتي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يخليك يا رب العالمين ويبارك فيكي. زي ما قلنا يا اخواننا بالله عليكم يعني ربنا يبارك لي في عمركم يا رب العالمين. احنا بيجي البرنامج دوت استاذ مصطفى. طب السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ الله يبارك فيك يا استاذ مصطفى. والله بحبك في الاول يا شيخ. احبك الذي احببتني فيه. والله نفسي اشوفك يا شيخ والله بس شفتك كذا رؤيا قدامك والله. ربنا يبارك فيك. والله يعني كنت انا وانت رايحين نحج يعني. ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يبشرك بالخير يا رب. والله يا شيخ ادعي لي كده ان انا يعني معك كده في تنفيذ كتير كده يا شيخ. ادعي لي يا استاذ مصطفى. اسال الله ان يجمعك مع الحبيب المصطفى. امين يا رب. صلى الله عليه وسلم. والله ربنا يخليك يا استاذ مصطفى يبارك فيك يا رب. شيخ محمود عينيا. والله الحمله اللي انت عاملها على الحجاب ديت حمله جميله جدا. الحمد لله رب العالمين. وانا بحاول والله امارس اسلوبك في الدعوه والله مع اصحابي في المعهد والله العظيم. الله يبارك لك. الدعوه والابتسامه والله. احنا عايزين كده. عايزين دعوه البسيطه الجميله دي. مش عايزين نكلكع الدنيا ولا نعقد الدنيا. الدين جميل. احنا يا جماعه ما بنجاملش حد على حساب الدين. احنا كل ما في الامر بنوصل الدين باسلوب بسيط ومبسط. وهي دي دعوه النبي. ده انا عايز اقول لكم حاجه حلوه قوي. بس بعد ما تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابه يا جماعه بعض الناس بقى اللي هم بيقولوا ان ما ينبغيش علينا ان احنا نكون مبتسمين على طول. في ناس يعني في ناس حرب ضد البسمه. عايز اقول حاجه صغيره استاذ شريف ربنا يبارك فيك. ان الصحابه يا جماعه بيقولوا كنا نعرف الكراهه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون غضبان اذا راينا ذلك في وجهه. معناه ايه يا جماعه؟ معناه ان النبي على طول مبتسم على طول مبتسم وما كانش يزعل الا ما يكون في حاجه فعلا مضايقاه صلى الله عليه وسلم. يبقى الاصل ان النبي على طول مبتسم. مين معانا استاذ منصور؟ السلام عليكم. استاذ محمود. استاذ منصور السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ربنا يجعلك دائما منصورا يا رب يا رب. اتفضل يا استاذ منصور. ممكن اقول سؤال واحد؟ اتفضل تحت امرك. عرفني بعمل يقربني الى الله. عمل يقربك من ربنا. يقربني من الله. يقربك من ربنا. شوف شوف اخويا وحبيبي. والنبي وادعي لي كمان ان ربنا يرزقني الطفل. ربنا يرزقك يا رب الذريه الصالحه انت وكل المحرومين يا رب يا العالمين. يا رب. عايز اعرف يا استاذ منصور وبقول للمشاهدين جميعا عشان خلاص الوقت خلص. عايز اقول ان اكتر حاجه بتقربكم من ربنا بجد والله بعد اداء الفرائض اكتر حاجه تقربكم من ربنا ان انتوا تحبوا بعض وتساعدوا بعض وتعينوا بعض وتحاولوا بقدر الامكان على قد ما تقدروا تدخلوا السرور على المسلمين. النبي قال كده احب العمل الى الله سرور تدخله على مسلم. بالله عليكم حاولوا تدخلوا السعاده والسرور على الفقراء اللي قلوبهم مكسوره وعلى اليتامى وعلى الارامل. ربنا هيكرمكم ويكبر كسركم ان شاء الله. وربنا هيكرمكم من فرج عن مسلم كربه من كرب الدنيا فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامه. والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. اخويا وحبيبي الوقت معاكم والله بيجري بسرعه البرق. سبحان الله.
انا ما بحسش وقت البرنامج ده، لان زي ما قلت لك بتحل فيه بركه النبي. ده اللي انا حاسه والله، ده احساس ربنا يبارك فيكم ويجمعنا دائما ان شاء الله مع ليلى والف مليون ليله في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، لحد ما ربنا يكرمنا يوم القيامه ونجتمع على حوض النبي لنشرب من يده الشريفه شربة هنيئه مريئه لا نظمأ بعدها ابدا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله والله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.